السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، وهاي الحلقة 20 من سلسلة برامج اندرويد. هاي الخمس برامج لليوم مثل ما شايفين. اول واحد مثل ما شايفين الصورة عليه، تقدر مثل كوب مال حليب او شاي او هاي الشغلات كلها، تقدر تخلي صورتك عليه او صورة انت واحد، انت وشخص، او صورة مثل قطة أو هاي كل هالشغلات تقدر تخليها، المهم صورة تقدر تخليها عليه. البرنامج الثاني تقدر، يعني أنا من شفته وشفت له فيديو، وأنا ما افتهمت لحد الآن، ما مجرب لحد الآن، يقولون يعني تقدر يعني تضحك على أصدقائك أو تمزح معهم مثل الأشباح، يعني تسوي لهم شكل أشباح، أو مثل تسوي فيديو مثل أنت تشمر شيء أو تشيل من شيء من القاع، يعني بلا ما تلزمة، يعني ترفعه بإيدك. اتوقع هذا البرنامج يصير، طبعا لحد الان ما مجربه، فخلي نجربه ونشوف جو صدق او جو كذب، بس الناس يعني مختبصه بيه لحد الان. هذا الشفتان، هذا البرنامج اللي وراه، كيبورد البرنامج اللي وراه، مشغل موسيقى، البرنامج اللي وراه يدمج لك صور مع بعض. خلينا نشوف اول تطبيق. اول ما تدخل طبعا راح يجي هذا الاعلان المزعج، هنا الصور وهنا الكاميرا، تختار لك صورة من استوديو، مهم يعني الصورة تكون مع الشخص، مثلا هاي الصورة، هاي كل الأشكال عندك مثل هذا الشكل، تقدر تخليها بي، هاي كلها عندك أشكال، هاي كلها أشكال، ما تقدر تعدل على شكل الصورة، يعني ازرق احمر اخضر كيفك اللي يعجبك انت، وهنا تحفظها وهنا ترسلها، دوس هنا تنحفظ الصورة. هذا التطبيق مثل ما شايفين تطبيق كلش حلو. هذا التطبيق اللي بعده الناس خبصونا بيه، خلينا نشوفه شنو. طبعا انا ما عندي لحد الان مصور فيديو، خلينا نصور مثلا فيديو، بس اتوقع ان يريد ناس او انت تسوي حركة، يعني مثل شي ترفع شي من القاع، وشلون مثل اتوقع مثل الفوتوشوب، يعني مثل انت هسه هيج ترفع شي، وهذا الشي ما موجود طبعا، انت المهم ترفعه هيج بهاي الطريقة، وهو بهذا التطبيق راح هو يرفع لك اياه او يخلي لك بايدك، او يقول لك بهذا المكان انت ترفعه منه وترفعه بهاي الطريقه او بهاي الطريقه، فهو هنا الشيء راح يكون اتوقع. هسه نشوف التطبيق شنو قصته. هذا نطيح فوق، طبعا انا هذا الفيديو شفته، هذا الفيديو هذا هو الفيديو، يعني يشرب اتوقع عصير، بعدين يعني يملي العصير، هو يعني يصب بالقلاص وهذا ينزل العصير، عفوا اتوقع ينزل العصير، وجريدة يحرقها بدل ما تنتهي تصير رماد، لا ترجع من اول وجديد، ترجع كامل. هاي مثل ما تشوفون، طبعا راح ياخذ هواي وقت، المهم هو هذا التطبيق مثل ما شايفين، هاي الدليل شوفوا انتم، طبعا هم راح اشوفه
نفسي، وأتوقع قبل الكحول أنتم شوفوا جربوا، صحكم تجربوا، من كل هالناس يعني اللي تجربه تقول حلو. هذا التطبيق اللي بعده كيبورد، طبعا أنا فعلته، فعلت فيه مالت كل شيء فعلته، يعني مثل لغة ما لغة، ألوان تقدر فيه حتى ألوان. مثلا خليني أجرب الكيبورد، هذا هو الكيبورد، هذا هو مثل ما شايفين الكتابة مالته شلون، بي حتى أشكال وجوه. ما شايفين يعني شلون تطبيق العفو كيبورد، احسه هيك يعني بشكل يعني حلو اكثر، ما يعني مهتمين بالشكل اكثر ما مهتمين بالتطبيق، بس بالشكل يعني شوي شيء غريب وحلو. هذا التطبيق، شوف التطبيق اللي بعده. طبعا انا حتى لحد الان ما عندي اغاني مثل ما شايفين، بس تطبيق اغاني يعني مال من الجهاز مالته، شغل الموسيقى مالته، يقدر يستخدم هذا. ما تقدر تبحث الاغنية، هاي كلها يعني مال فيسبوك، شغلات ما اعرفها. هذا التطبيق، التطبيق يعني تقدر تغير من مال الجهاز، تقدر تستخدم هذا، بسيط وما يراد له صعوبة بالاستخدام. هذا التطبيق مثل ما شايفين تقدر تخلي صورة أو عدة صور بصورة واحدة، هنا تقدر تنقل بين الأشكال هاي كلها وهناها. خلينا نجرب هاي، مثلا خلينا نجرب نخلي صورة، اخلي صورتين لان هو بهواي صور، يعني تخلي هواي صور طبعا حسب انت ما تريد، ايش قد ما تريد تقدر تخلي، مو جبار 9 أو 10. مثل هاي الصورتين خليتهم، تقدر هنا تكتب، تلون، ترسم، تقص، هنا هاي الزفر تكبر، كله تطبيق كلش حلو، تقدر تخلي كل صورة بوحد كيفك انت اللي يعجبك، كله يعني تطبيق مثل بيكسارت. انا مثله بقناة بيكسارت، تطبيق كلش حلو يعني بقد ما احشي عنه هم راح خلي الناس تفتهم التطبيق، يعني بيه هواي هواي شغلات، يعني تسه فوتوشوب على الكمبيوتر. هنا تطبيق حفظ، راح تنحفظ الصورة. هذا التطبيق مثل ما شايفين، هذا 5 تطبيقات لليوم. في نهاية الحلقة نسوي لايك وشير، كومنت. كان معكم سالم، مع السلامة.